بكم إلى برنامج السعودية في أسبوع من CNBC عربية. معكم أنا شيرين رفاعي، حياكم الله. تتابعونا في حلقة اليوم: تصاعد حالة القلق من فيروس كورونا في السعودية، في حين عدد حالات الإصابة يتعدى 31، توفي منها 15. إجراءات جديدة متوقعة في سوق المال السعودي لتنظيم عمل الشركات الخاسرة، وتقرير متخصص للبنك الأهلي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.15% في عام 2013. حياكم الله. تصاعدت حالات القلق في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وخاصة في محافظة الإحساء، من انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 15 شخصا من بين 30 أصيبوا بالفيروس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية التي تجتهد في طمأنة المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وعموم المملكة بأنها نجحت في السيطرة على الفيروس القاتل ومنعت انتشاره، وأشارت إلى أنها لن تفرض أي قيود على مدارس المنطقة، كما لن تضطر إلى إخضاع المسافرين منها إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة لمناسك العمرة أو أي منطقة أخرى لإجراءات الفحص الطبي. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الدكتور سعود الحسن، استشاري طب الأسرة والمجتمع بمستشفى قوى الأمن، عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية بوزارة الصحة السعودية. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، حدثنا عن وضع الفيروس في المملكة، وهل فعلا وصل إلى وصل إلى كونه أصبح وباء في منطقة الإحساء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، الحقيقة الفيروس ليس لم يصل إلى مرحلة وباء، ولا نتوقع أن يصل إلى مرحلة وباء، لا في منطقة الأحساء ولا في أي منطقة من العالم حتى الآن. نعم. طيب، يقال أن وزارة الصحة سبق وتكتمت على انتشار هذا الفيروس في العام الماضي، هل هذا صحيح؟ كيف يعني ما؟ أنه كان هناك حديث عن انتشار الفيروس في العام الماضي، وأنه تم تكتم من قبل وزارة الصحة حتى لا تثير طبعا الذعر في نفوس المواطنين. لا، الحقيقة عدد الحالات اللي الآن مسجلة في العالم أجمع بما في المملكة العربية السعودية لا يتجاوز 41 حالة حتى مساء أمس. فانا بتكلم عن 41 حالة، عدد قليل جدا، ما اتصور انه ممكن يسجل وباء لا سابقا ولا الان. فقد يكون هناك حالات اكتشفت في السابق قبل الحج زي ما تفضلتي، لكنها كانت حالات معدودة جدا، حالتين في جدة وحالة كانت او حالتين في الدمام وحالات اخرى في الأردن وفي الباكستان وفي بريطانيا وفي فرنسا، لكن ما نتكلم على وباء كبير أو أعداد كبيرة إطلاقا نعم. طيب دكتور، كيف تقيم دور وزارة الصحة ومجهودها في مكافحة هذا الفيروس؟ الحقيقة أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الوزارة قامت بجهد كبير جدا، سواء من ناحية التعاون مع منظمات العالمية، منظمة الصحة العالمية أو المنظمات الدولية، وأيضا في التوعية بمخاطر المرض داخل المملكة. وكانت التوعية هذه مبنية على أساس علمي، لم يكن هناك مبالغة في التوعية بشيء ما هو خطير جدا، ولم يكن هناك أيضا تجاهل للموضوع. نعم. طيب، في داخل المملكة ماذا عن الاحتياطات، عن أساليب التوعية للمواطنين؟ حدثنا عن هذه الجزئية بالتحديد دكتور. طبعا بالنسبة للمرض هذا بالذات ما زالت التوعية نحن يمكن اللقاء لليوم هو جزء من الحملة اللي تقوم فيها وزارة الصحة لإيضاح الأمر للسعوديين للمقيمين أو المواطنين في المملكة، والقصد منه التوعية بحيث أنه لا يبالغ
في يعني التخوف من هذا المرض، وفي نفس الوقت أيضا لا يهمل، لأنه جانب الوقائي في هذا المرض مهم جدا. أعتقد أنه أهم رسالة ممكن أن تقال للناس في هذا الجانب، أنه الاهتمام بالجوانب الوقائية الأساسية اللي تتخذ في جميع الأمراض المعدية عادة، اللي هي تنظيف اليدين وعدم مخالطة المصابين وما إلى ذلك. نعم، طيب كيف بيعرف مثلا المواطن أنه ما يخالط المصاب؟ ممكن هذا الشخص مصاب أساسا وهو مو بعارف نفسه هو مريض ولا مو بمريض، يعني إحنا نبي نعرف شوية، نتوسع في الجزئية هذه دكتور. جيد جيد، هو من الملاحظات اللي إلى الآن لاحظناها للإصابات اللي حدثت كلها في المملكة، أنه كانت المخالطة دائما تكون للمصاب في أثناء مرحلة المرض والمرض الشديد، أما الإصابة الخفيفة أو الذين لا تظهر عليهم الأعراض فيبدو أنهم لا ينقلون الفيروس. نعم. يعني حتى الآن يعني حتى أوضحها، نعم، أنه الشخص المريض جدا بهذا الفيروس أي. هو الأكثر قدرة على نقل الفيروس. نعم. طب وش هي أعراض المرض دكتور؟ كيف مثلا أعراض أنا مريضة العادية مثلا، كيف بعرف نفسي أنا والله لا سمح الله مصابة بالمرض هذا ولا مو مصابة؟ أنا طبعا أي شخص يعني يسمعنا الحين في البرنامج. نعم، طبعا هي في اعراض في البدايه وبعدين في مرحله متطوره. في البداية. عاده المرحله الاولى اللي هي الزكام، اعراض الزكام العاديه، عطاس وممكن يكون في كحه والم في الحلق ويعني حراره. يعني هذه اهم الاعراض اللي في البدايه، عاده تستمر فتره 3 إلى 4 أيام، ثم بعد ذلك تظهر اعراض الالتهاب الصدري. اللي هي اللي نسميها النيمونيا او التهاب الرئتين. اذا ظهرت اعراض التهاب الرئتين ضروري انه يكون الشخص يعني يعرض على طبيب حتى يحدد هل الاعراض متماشيه مع الاعراض اللي تكون كلينيكيا مشابهه للفيروس الكورونا ام لا. يعني الواحد مثلا وبعد لما كذا طبعا يدخل الشخص في المرحله الخطيره اللي هي التهاب الصدر او التهاب النيمونيا او التهاب الرئتين الشديد، واللي ممكن منها يحتاج الى تنفس صناعي او الى تدخل اكثر من هذا. الله يستر. طيب دكتور، يعني معناها مثلا المريض اللي اصيب بانفلونزا تعدت مثلا 10 ايام 15 يوم مفروض انه يذهب بسرعه الى المستشفى ويكشف يعني عند دكتور، لان انت تعرف يعني في كثير احنا من عندنا الحالات انه يتعالجون في البيت ما حتى يروحون للدكتور، يقولون هي انفلونزا وبالنهايه يعني امر بسيط. اذا في مرحله الزكام البسيط والعادي هذا ممكن يعني يكون اعداد الناس المصابين بهذا المشكله كبيره جدا، لكن انا اتكلم يعني الحالات كم يوم اللي كم يوم يعني يصبر على نفسه المريض؟ لعاده ان احنا بنتكلم على 3 4 أيام اي زكام وسخونه. اذا 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 زادت عن هذه الفتره لازم الشخص يعرض نفسه على طبيب، او اذا كانت الاعراض شديده، يعني كانت الكحه شديده او في نعم. الم في الصدر نعم. واضح، او كان الشخص اصلا قابل للمضاعفات اللي يكون مثلا عنده نعم. ضعف في المناعه نعم. او يكون كبير في السن او شيء من قبيل هذا. دكتور سعود الحسن، استشاري طب الاسره والمجتمع بمستشفى قوى الامن، عضو اللجنه العلميه للامراض المعديه بوزاره الصحه السعوديه، شكرا جزيلا لك. في الرياض، وجد العارضون والزائرون للمعرض الصحي السعودي فرصة لعرض خدماتهم وتسويق ما لديهم من مواد وأجهزة طبية في ظل تجمع المهتمين والعاملين بهذا القطاع تحت قبة المعرض الأكبر من نوعه في السعودية. نتابع. القطاع الصحي من الجوانب الهامة التي تسعى السعودية إلى تطويرها في ظل النمو السكاني الكبير، إذ عززت المملكة حجم إنفاقها على الخدمات الطبية هذا العام بنسبة 16%، مع تخصيص نحو 100 مليار ريال لصالح القطاع الصحي وبناء المزيد من المشاريع والمراكز والمجمعات الصحية. وفي السياق ذاته يأتي المعرض الصحي السعودي ليساعد الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع الخاص على عرض ما لديها من تقنيات وأفكار في المجال الصحي. إن تبني وزارة الصحة لفكرة إقامة هذا المعرض والمؤتمر المصاحب له نبعت من اهتمام الوزارة بالكوادر الصحية وذوي العلاقة وإطلاعهم على أحدث ما توصل إليه العلم في صناعة التقنية الطبية والتجهيزات الصحية، وهو ما يعكس حرص الوزارة
وسعيها الدؤوب لنقل تلك التقنيات الحديثة وتطبيقها في كافة المستشفيات والمدن الطبية ومراكز الرعاية الصحية. ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 300 عارض ومشارك من البلاد وخارجها لعرض خدماتهم في مجال الرعاية الصحية والأجهزة والمعدات التي تستخدمها المستشفيات في القطاعين العام والخاص. وجود مثل هذا المعرض العالمي اللي حقيقة يفتخر فيه المملكة أن تستضيفه، لأنها اللاعب الأول في الشرق الأوسط في المجال الطبي، لكي نوطن الصناعة في المملكة العربية السعودية وحث الشركات للدخول والاستثمار في المملكة. العارضون والمشاركون يجدون في المعرض الصحي السعودي فرصة لعرض خدماتهم وتسويق ما لديهم من مواد وأجهزة طبية في ظل تجمع المهتمين والعاملين بهذا القطاع تحت قبة المعرض الأكبر من نوعه في السعودية. المملكة العربية السعودية تحظى باهتمام من جميع الشركات الأجنبية، وهذا المعرض الحقيقة هو فرصة جيدة لجميع الشركات لتعرض ما لديها من جديد، وهي فرصة أيضا لإطلاع المختصين من الأطباء والصيادلة والهيئة الطبية كلهم للاطلاع على ما هو جديد في مجال الطبي. ويشهد المعرض الصحي السعودي إقبالا كبيرا من الزوار على مختلف الأقسام التي يضمها. عدد هائل من المشاركين هنا في المعرض من أكثر من 34 دولة يؤكد على أهمية القطاع الصحي في المملكة والاستثمار فيه. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. توقعت بيانات اقتصادية أن يشهد قطاع المشاريع في دول الخليج نتائج إيجابية خلال العام الجاري عام 2013، فقد أشارت تلك التقارير إلى أن قيمة العقود التي سيجرى ترسيتها ستصل إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية العام الحالي، تتصدرها السعودية. وعلى ضوء هذه الإحصائيات احتضنت مدينة جدة الملتقى الدولي 11 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية. نتابع. أكد مختصون في مجال المقاولات أن مشاكل عقود الصيانة والتشغيل لا تزال قائمة، وذلك بسبب آلية طرح المناقصات التي تأخذ بأقل الأسعار دون أي اعتبار لمسألة المتابعة والإشراف بعد الاختيار، وكذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بعنصر التوطين، إذ يتم تقديم عقود الأفراد في الغالب بتكلفة متوسطة للعمالة لا تتجاوز 2000 ريال. الملتقى له مسارات متعددة، سواء في صيانة المرافق البلدية والبنى التحتية، صيانة الأعمال الكهربائية ومحطات القوى، صيانة محطات التحلية، مرافق المياه، شبكات الصرف، المرافق البلدية، الطرق، المطارات، مرافق النقل بصفة عامة. فحقيقة كان في تركيز كثير على محورين أساسيين: كيف تنمية العنصر البشري من بالتدريب والتأهيل ليحقق التنمية المستدامة. الملتقى الدولي 11 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية والذي عقد في مدينة جدة استعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في مجال الصيانة والتشغيل ودعم البنى التحتية للمشاريع القائمة والمستقبلية. كما ناقش الملتقى محور الصيانة والتشغيل ودورها في رفع مستوى استدامة المنشآت. بالنسبة لإشكالية العقود التي تتم بين المؤسسات المقاولة والمؤسسات المستخدمة، نجد فيها كثير من المشاكل، ونعلم أن العقد هو بين طرفين، فهذه المشاكل يعني تعود إلى أحد الأطراف أو كليهما. هذا المؤتمر الآن الذي نحن ينصب على أمر أساسي وهي الصيانة والتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالمشاريع، تشير بيانات اقتصادية إلى أن السعودية تصدرت دول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تليها الإمارات بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت ثالثا بما يزيد عن 150 مليار دولار. المشكلة الدائمة والمتجددة في عقود الصيانة والتشغيل يكمن في ضعف الرقابة والإشراف على تلك العقود وغيرها من المشاكل التي تم مناقشتها في هذا الملتقى، ولعل أبرز ما تسعى إليه جهات حكومية ومنها وزارة العمل السعودية إلى تفعيل قرار توطين عقود الصيانة والتشغيل التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق. علي العمري، CNBC عربية، جدة. بعد فاصل قصير نتابع السعودية في أسبوع وفيها. ارتفاع مستوى التضخم في السعودية خلال شهر إبريل الماضي إلى 4%.